بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 161. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في غير أولي الإربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب في غير أولي الإربة. ومن مذكورون في قوله تعالى: أولي الإربة من الرجال، في عداد التي لا تحتجب النساء منهم، غير أولي الإربة غير أولي الشهوة الذين ليس فيهم شهوة من الرجال، فهؤلاء مستثنون من وجوب الاحتجاب عنهم، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله ابن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. متفق عليه. نعم، كان هذا الرجل يعتقد أنه لا رغبة له في النساء، سمى بالمخنث. المخنث ليس المراد به مخنث على لسنة الناس اللي يفعل فاحشة اللواط، إنما المخنث هو الذي مثل الخنثى المشكل، الخنثى المشكل أي الذي ليس فيه شهوة للنساء. ولكن هذا الذي يعتقدونه أنه مخنث قال هذه الكلمة يصف امرأة من نساء الطائف بأنها تقبل بكذا وتدبر بكذا، فدل على أن فيه شهوة، ولذلك وصف هذه المرأة بإقبالها وإدبارها، فنهى صلى الله عليه وسلم عن دخول هؤلاء على النساء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث، قالت: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكم هذا، فحجبوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وزاد في رواية له وأخرجه. وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله، لأنهم كان عندهم مخنث يعني ليس فيه شهوة من التخنث وهو التكسر والتثني، ويعتبرونه ليس فيه شهوة، فلا يتحرجون من دخوله على النساء. فلما وصف هذه المرأة بهذه الأوصاف دل على أن فيه شهوة،
لو لم يكن فيه شهوة ما وصفها. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على نسائه. نعم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وزاد في رواية له وأخرجه وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. وعن الأوزاعي البيداء أرض جنوب الوادي وادي العقيق الذي هو المحرم، إذا صعدت من الوادي متجها إلى مكة هذا هو البيداء حافة الوادي من جهة الجنوب. نعم. وأخرجه وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. نعم، نفاه إلى البيداء ويأتي في كل جمعة يأخذ متاعا يتمتع به في مكانه معتزلا عن النساء. نعم. وعن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. رواه أبو داود. نعم، لما نفاه إلى البيداء قالوا يا رسول الله إنه يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل المدينة وأن يسأل الناس قدر ما يكفيه إلى الجمعة. نعم. باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل. المرأة تنظر إلى الرجل إلا إذا كانت فيها شهوة، تنظر إليه نظر شهوة، تنظر إلى الرجل نظر شهوة، فإنها تمنع من ذلك. وأما إذا لم تنظر إليه نظر شهوة وإنما تنظر نظرا عاديا ليس فيه شهوة فلا مانع أن تنظر المرأة إلى الرجال. نعم. باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذا الدليل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة وأنها تمنع من ذلك. دليل هذا الحديث الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتي يقبل فتنظر إليه النساء فنهاهن عن ذلك. قالوا يا رسول الله إنه أعمى يعني لا يبصرنا. قال أفعمياوان أنتما، دل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة. نعم. أو أنها تمنع مطلقة من النظر إلى الرجل خشية أن يطرأ عليها شهوة إذا نظرت إليه. كل هذا يدل على صيانة المجتمع من سوء الأخلاق، فساد الأخلاق، وأنها تتخذ الوسائل التي تمنع ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. متفق عليه. نعم، كان الحبشة يلعبون في المسجد ولعبهم تدرب على الجهاد، يلعبون بالرماح وبآلات الجهاد، ولا مانع من ذلك في المسجد لأن هذا من التدرب على
الجهاد فيباح في المسجد. وكانت عائشة رضي الله عنها شابة صغيرة فهي تنظر إليهم وهم يلعبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف نظرها عنهم. هذا دليل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجال إذا خشي عليها من الشهوة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. متفق عليه. ولأحمد أن الحبشة اقدروا يعني احذروا من الشابة التي تنظر، وإن كانت صغيرة إذا كان نظرها نظر إعجاب وشهوة إلى الرجال فإنها تمنع من ذلك. نعم. ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. قالت: فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. نعم، الحبشة يلعبون في يوم العيد دل على جواز اللعب في يوم العيد إذا كان لا يصل إلى حد المحرم، لأن يوم العيد يوم توسعة ويوم فرح وسرور فيباح اللعب فيه إلى حد لا يصل إلى الخوف من المحذور، يباح في يوم العيد. ويباح للنساء أن تتطلع تنظر إليهم كذلك. نعم. باب: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، يعني لا عقد، لا يعقد النكاح إلا بولي للمرأة، بولي للمرأة أو ولي للرجل إذا كان قاصرا، يكون وليه يقوم مقامه ويعقد عنه نيابة عنه، يعقد له عقد النكاح نيابة عنه. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، يعني لا عقد، لا يعقد النكاح، لا يعقده إلا ولي للمرأة. نعم. وعن سليمان ابن موسى عن الزهري: والمرأة لا تعقد لنفسها، المرأة لا تعقد لنفسها، لا بد من ولي يعقد نيابة عنها. نعم. وعن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواهما الخمسة إلا النسائي. نعم. وهذا مثل الذي قبله، أنه لا بد من ولي للمرأة يعقد عنها، وهو الذي بيده عقدة النكاح، هو وليها، ولا تعقد لنفسها وإنما يعقد لها وليها وإن كانت كبيرة. الحديث عام، لا بد أن يعقد لها وليها. نعم. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. باب التأكيد على أن المرأة لا تعقد لنفسها، لا تتولى عقد النكاح لنفسها.
وإنما يعقد لها وليها، وليها من عصبتها، وليها من عصبتها، ابنها أو أبوها أو أخوها، أخوها من النسب من العصبة، أما أخوها من الأم فلا يعقد لها لأنه ليس من العصبة من ذوي الأرحام. نعم. فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لأنه نكاح بشبهة. إذا دخل بها بهذا العقد الذي بدون ولي فإنه يفرق بينهما، ولها المهر بما استحل من فرجها بهذا العقد، بهذا العقد الذي لا يعتبر شرعا لكن يكون لها بموجبه مهر. نعم. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن اشتجر عصبتها، يعني اختلفوا في من يعقد لها أو امتنعوا من أن يعقدوا لها، فإن السلطان وهو الحاكم ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي لها، يعقد لها السلطان رفعا للحرج عنها. نعم. رواهما الخمسة إلا النسائي، وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أبو داود الأصل أنه السجستاني، لكن قد يأتي أبو داود غيره وهو الطيالسي وله مسند في الحديث، الطيالسي له مسند في الحديث معروف. نعم. وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا لم يكن لها ولي من عصبتها فإن السلطان هو وليها أو نائبه، والقاضي نائب السلطان هو القاضي أو أمير البلد، أمير البلد كلهم ينوبون عن السلطان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني. نعم. المرأة لا تتولى عقد النكاح لا لها ولا لغيرها، إنما يتولاه القريب من عصبتها، فإذا لم يكن لها قريب أو لها أقارب واختلفوا فإن السلطان يعقد لها، والسلطان من له سلطة، يكون السلطان العام والحاكم ويكون الأمير ويكون القاضي. نعم. ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني. اي نعم. فإذا عقدت لنفسها ودخل بها الزوج ووطئها فإن هذا النكاح يعتبر زنا، لكن يدرأ عنها الحد للشبهة، لأنها لشبهة فيدرأ عنها الحد شبهة العقد. نعم. وعن عكرمة ابن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها، رواه الشافعي والدارقطني. نعم. أعد. وعن عكرمة ابن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. أي نعم، جلدهما لأن هذا العقد غير صحيح،
وهو نكاح باطل، جلدهما تعزيرا، تعزيرا لهما. نعم. ورد نكاحها رواه الشافعي والدارقطني وعن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي، كان يضرب فيه. رواه الدارقطني. كان يضرب فيه. إيه نعم، علي كان ينكر هذا في خلافته ويضرب من فعله. عمر كما سمعتم ضرب فيه، لأن الفروج يعني لا تستباح بمثل هذا، لا بد أن يكون عقدا متمشيا على الشريعة ألا يكون فيه تساهل. نعم. باب ما جاء في الإجبار والاستئمار. ما جاء في الإجبار يعني متى تجبر المرأة على النكاح، ومتى تستأمر يعني تستأذن. البكر يجبرها وليها على النكاح لأنها لا تعرف مصلحة نفسها، فيجبرها وليها على النكاح لأنه من مصلحتها، وأما الثيب فلا بد من إذنها ولا تجبر. نعم. باب ما جاء في الإجبار والاستئمار عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، تزوجها، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، ودخل بها وعمرها 9 سنوات. فهذا دليل على أن الصغيرة تزوج ولا يؤخذ إذنها، زوجها وليها ولا يؤخذ إذنها على في ذلك لأنها لا تعرف مصلحتها. نعم. وفي رواية: تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. رواه أحمد ومسلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 أو بنت 7، ولكن لم يدخل بها حتى بلغت 9 سنين، دخل بها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. رواه الجماعة إلا البخاري. الثيب تستأذن، لا يعقد عليها إلا إذا وافقت، لأنها أصبحت تعرف مصالحها، تزوجت وعرفت فتعرف مصلحتها، فإذا أذنت فإنه يعقد لها. أما البكر فإنها زوجها وليها إذا كانت المصلحة لها في زواجها وليس لها إذن، والثيب تستأذن لأنها جربت النكاح تستأذن، ولكن قد يأخذها الحياء ولا يقول إذنها صمتها، إذا سكتت فهذا دليل على رضاها، لأنها لو كانت لا تراب فتكلمت. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. رواه الجماعة إلا البخاري، في رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها. وفي رواية لأحمد والنسائي: واليتيمة تستأذن في نفسها. نعم، إذنها صماتها كما سبق. نعم. ولأبي داود والنسائي: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها كالذي قبله. وعن خنساء بنت
خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، أخرجه الجماعة إلا مسلما. نعم، هذا يدل على أن الثيب لا بد أن توافق على تزويجها وأنها لا تجبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه الجماعة. الأيم هي التي سبق لها أن تزوجت، وهي الثيب، الأيم والثيب التي سبق زواجهما، فهذه تستأمر تستشار، فإذا رغبت في التزويج فإنها تزوج، وإذا لم ترغب فإنها لا تجبر. أما البكر فهي إذا كانت قد بلغت سن التكليف أيضا تستأمر، وإذنها صماتها، هي تستحي، فإذا كانت لا ترغب تقول لا، إذا كانت ترغب فإنها تستحي أن تقول أرغب ذلك، فإذا صمتت فهذا إذنها. نعم، إذنها صماتها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. فقال: سكاتها إذنها. أي نعم، كالذي سبق أن البكر تستأمر أيضا، وإذنها أن تسكت، لأنها تستحي أن تقول أنا راغبة وأنا أريده، تستحي. نعم. وفي رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستأذن فتستحي. قال: إذنها صماتها. متفق عليهما. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. كالذي قبله أن البكر تستشار إذا كانت بالغة، إذا كانت قد بلغت تستشار، ولكنها تستحي أن تقول لا مانع عندي أو أرغبه، فإذا صمتت فهذا إذنها، وإذا كانت لا ترغب صرحت قالت لا أريده. نعم. فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. كالذي قبله أن البكر تستأذن إذا كانت كبيرة بالغة، تستأذن، فإن كانت تستحي أن تصرح بقبوله فإنها إذا سكتت فسكوت وصمتها، لأنها لو كانت لا تريده صرحت بقولها لا أريده. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، ورواه الدارقطني أيضا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وذكر أنه أصح. نعم، وهذا مثل الذي قبله في أن البكر تستأذن إذا كانت بالغة عاقلة، تستأذن في تزويجها، فإذا سكتت هذا إذنها، لأنها تستحي أن تقول أرغبه أو أريده، وأما إذا كانت لا تريده فإنها تصرح لا أريده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن أمية ابن حارثة ابن الأوقص، وأوصى إلى أخيه قدامة ابن مضعون، قال عبد الله: وهما خالايا. قال: فخطبت إلى قدامة ابن مضعون ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها. ودخل المغيرة ابن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة ابن مضعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة ابن شعبة. رواه أحمد والدارقطني، وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره. نعم، إذا كانت قد بلغت سن الاختيار إنها لا تجبر ولا تزوج إلا برضاها وقبولها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمر النساء في بناتهن. رواه أحمد وأبو داود. آمر النساء يعني استشيروهن أو شاوروهن في بناتهن، من باب يعني تطيب النفوس وعدم النزاع، هذا أحسن لا شك. باب الابن يزوج أمه. الابن يزوج أمه، وليها الدرجة الأولى ابنها، وليها بالدرجة الأولى ابنها، ثم أبوها، ثم جدها، ثم إخوتها، وهكذا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. رواه أحمد والنسائي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة بعد موت زوجها أبو سلمة رضي الله عنها، خطبها فقالت: إن استشير يعني قومي. قال: ليس أحد من قومك لا شاهد ولا غائب يكره ذلك، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي، فأخبرها أنه ليس أحد يكره ذلك، ومن يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: قم يا عمر، ابنها وكان صغيرا، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عقد له. فعقد عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب العضل. دل على أن الابن يكون وليا لأمه بالدرجة الأولى. نعم. باب العضل. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح شرعا أن الزواج بالبعيدة أولى من الزواج بالقريبة؟ لا، هذا يقولون، يقولون الزواج بالأقارب يسبب عدم نباهة الأبناء، عدم نباهتهم، وهذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح ولا معول عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخصي هل يعد من غير أولي الإربة فيجوز أن يدخل على النساء؟
نعم، لأنه يصبح لا شهوة له، وشعر لحيته ينزل ولا يبقى فيها شيء إذا خصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للولي أن يوكل غيره بالنكاح ليعقد؟ نعم، من يملك العقد له أن يوكل من يقوم مقامه، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من شروط الولي في النكاح أن يكون مسلما؟ نعم، الكافر ليس له ولاية على قريبته، حتى ابنته ما له ولاية عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلب الإنسان إذن الزواج من رئيس المركز الإسلامي الذي على مذهب أبي حنيفة لا يرى وجوب الولي في النكاح، ولم يخبره أنه يتخذ وليا، هل يكون هذا النكاح صحيحا؟ نحن لا نتدخل في هذه الأمور. إذا كان رئيس المركز من أهل العلم وأخذ بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، نحن لا نتدخل في هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القواعد من النساء. نعم. القواعد من النساء، هل يجوز عدم غض البصر عند النظر إليهن؟ وهل يجوز أن تخرج وهي هل يجوز عدم غض البصر عند النظر إليهن؟ ما يجوز النظر إلى المرأة بشهوة، كبيرة كانت أو صغيرة، النظر إليها بشهوة ما يجوز. أما النظر بدون شهوة إلى جسمها وإلى بدون شهوة فلا معنى، لكن ما ينظر إلى وجهها، لازم يكون وجهها مستورا وكفاها مستوران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: بالنسبة للقواعد من النساء، هل يرخص لهن في كشف الوجه؟ وهل يجوز لها أن تخرج متعطرة؟ لا، ما يجوز لها كشف الوجه، ولا يجوز أن تخرج متعطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حتى المحرمة، تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الخال هل يصلح وليا للمرأة في عقد النكاح؟ لا، من ذوي الأرحام، الخال من ذوي الأرحام. وقوله الخال ولي من لا ولي له، هذا فيه نظر في سنده، وأيضا لو صح فالمراد بالخال السلطان، المراد بالخال السلطان، ليس المراد به أخو الأم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فهمت من الدرس أن المرأة أو أن للمرأة أن تنظر إلى الرجل لكن بدون شهوة، فهل للرجل كذلك أن ينظر إلى المرأة بدون شهوة؟ ما ينظر إلى مفاتنها بدون، ولو كان بدون شهوة ما ينظر إلى مفاتنها، إنما ينظر إلى جسمها وهي تمشي فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس اتخذ من حديث لعب الحبشة في المسجد، اتخذ منه دليلا على تدريب أبناء المسلمين على ألعاب، يقول الكاراتيه القتالية وغير ذلك في المسجد، فهل استدلالهم بهذا جائز؟ ما نعرف الكاراتيه ولا نقول فيها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو هذه امرأة تقول: أنا في مجتمع لا تغطي المرأة فيه وجهها، ويأمرني والدي بكشف الوجه، فهل لي أن أطيعه في ذلك؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة
تعيش في بلاد وليس معها محرم أو ولي، هل يجوز لوليها في بلاد أخرى أن يوكل أحدا ليعقد النكاح عبر الهاتف؟ عبر الهاتف لا، لكن يكتب له وكالة لا بأس، وكالة يشهد عليها تكون ثابتة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها فهل تستحق من المهر شيئا؟ المسمى لها نصف المسمى، إذا عقد عليها وسمى لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى الذي عقد عليه، نصف المسمى. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب أن يكون استئذان البكر بحضور الشهود؟ نعم. هل يجب أن يكون استئذان البكر بحضور شهود؟ استئذان البكر؟ نعم. استئذان البكر عند العقد، الذي يعقد لها يعتبر إذنها إذا صمتت ويعقد لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها النكاح. يقول: ما المقصود بذلك؟ وهل المزح؟ المقصود به عقد النكاح، ما في مزح. عقد النكاح ما في مزح. تقول له: زوجتك ابنتي أو قريبتي، ويقول تقول قبلت، ثم يقول: أنا أضحك عليك، أنا أزوجك، أنا أضحك عليك. لا، هذا ما فيه ضحك، هذا خلاص يلزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن يعقد النكاح داخل الكنيسة؟ لا بأس بذلك، لكن يعقده مسلم، ما يعقده النصراني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة، يقول: ما المقصود باليتيمة؟ اليتيمة التي لا ولي لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الشاهد على عقد النكاح كافرا لا يصلي، فهل العقد صحيح؟ والله هذا ينظر فيه عند القاضي، هذا شيء تم وانتهى ما نتكلم فيه، يرفع للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثر تبرج النساء في الآونة الأخيرة، فهل من نصيحة في ذلك؟ النصيحة مبذولة، والخطبة يتكلمون، والإذاعة تتكلم، والحجة بلغت، ولا يجوز بعدما سمعت النساء هذا الكلام الذي يمنعهن أن يتعدين هذا الكلام، بل يأخذن به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الزواج بالكتابية من المسلم هل هو زواج صحيح؟ اي نعم، اذا كانت محصنة، اذا كانت محصنة يعني عفيفة عن الزنا. المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله، والمحصنة هي العفيفة عن الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني من معاني الإحصان، وإلا الإحصان له معاني، لكن منها العفيفة عن الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الدخول بالمرأة وجماعها بعد العقد مباشرة وبدون وليمة؟ اي نعم، اذا عقد عليها عقدا صحيحا فهي امرأته، ولكن ليتعارف عليها الناس لا تخالفه،
تمشي مع ما تعارفوا عليه لئلا يحصل مفاسد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كم المدة التي يجوز فيها شرعا ضرب الدفوف في الأفراح؟ فإنه قد جرت العادة، يقول، في بعض البلاد أن النساء تجعلها 3 أيام أو أكثر. عند الدخول فقط، ضرب الدف عند الدخول فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للنساء أن يضربن بالدف في غير وليمة العرس وفي غير العيد؟ يقولون عند قدوم الغائب وعند الختان وعند مناسبات، يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للأب أن يدخل ابنته الصغيرة معه إلى المقبرة عند الحاجة؟ لا، لا يدخل بها المقبرة، لأنها أنثى، يودعها عند أحد حتى يرجع إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والد الزوج إذا كان هذا الزوج قد طلق زوجته، فهل والده يكون محرما للمرأة؟ إيه نعم، إذا دخل بها ابنه، لا، بمجرد العقد، الأب بمجرد عقد ابنه على امرأة يكون محرما لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم هبة المرأة نفسها للرجل كما فعلت المرأة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، نعم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يقول إن الذين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها كان ينزل المطر بعد ذبحهم لهذه الأصنام، فالله سبحانه يعطيهم على نياتهم. لا، ما هو على نياتهم، يستدرجهم والعياذ بالله، يستدرجهم ليزدادوا إثما، فلا يغتر بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ابتليت بمرض البواسير أعزكم الله، فأضع مناديل لكي لا تصل النجاسة إلى ثيابي، هل يجب علي أن أغير هذه المناديل عند كل صلاة؟ نعم، إذا كان يصيبها شيء، إذا كان يصيبها شيء يجب عليك تغييره. نعم. أما إذا ما أصابها شيء فتستمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند عقد النكاح طلبا للبركة؟ لا أصل لذلك، لا أصل لذلك، عقد النكاح هو الإيجاب والقبول فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كيف الجمع بينها؟ إن كان بإمكانك أن تكملها خفيفة كملها خفيفة، وإن لم يكن بإمكانك ذلك فاقطعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان معي زميل في العمل وهو من أهل البدع ويتعامل معنا تعاملا حسنا، فهل إذا كان معنا زميل لنا في العمل وهو من أهل البدع وتعامله معنا تعامل حسن، فهل نبادله الود والمعاملة الحسنة، وهل نآكله ونستجيب إذا دعانا إلى وليمة؟ البدعة تختلف، منها بدعة شركية كفرية، هذه لا، أما البدعة التي دون ذلك فلا مانع من التعامل معه مع مناصحته، مع مناصحته بترك البدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى ببطائق
التوفير، بطاقات التوفير، وهي تؤخذ من الأسواق الكبيرة ولها ميزات كتخفيض السعر وغيره للزبائن، هل يجوز الحصول عليها؟ لا، لا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل، ألا تجوز؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن زوجها أحيانا يقول لا يؤمن بوجود الله، فكيف تتعامل تعاملا شرعيا مع هذا الرجل؟ لا تبقى معه، تقيم عليه دعوة عند القاضي، تثبت عليه هذا، القاضي ينظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول الزوجة الناشز هل تسقط النفقة عنها؟ نعم، تسقط النفقة عن الناشز حتى تعود إلى طاعة الزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض وكان لا يعلم، فهل عليه كفارة في ذلك؟ نعم، يكفر كفارة. نعم، ولو كان لا يعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رؤساء المراكز الإسلامية في بلاد الكفر هل يعدون من ولاة الأمر في النكاح؟ نعم، رؤساء المراكز الإسلامية يكونون بمثابة السلطان، له صلاحيات السلطان في هذا البلد الذي فيه المركز الإسلامي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها؟ لا مانع من ذلك، فعلته سودة رضي الله عنها أم المؤمنين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لكبرها، قالت أهبوا ليلتي لعائشة، تركها النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته، هي تريد البقاء لكرامة أمهات المؤمنين لتنال ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، والصلح خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول امرأة تسأل فتقول خطبها رجل قد اشترى بيتا عن طريق الربا وهو ينوي التخلص من هذا البيت، لكن في وقت لا يكون فيه خسارة عليه، سؤالها هل في مثل هذه الحالة يكون سببا لعدم قبول لخطبته؟ لا يجوز له ذلك، بل يتخلص منه في أقرب وقت ولا يبقى في ملكه، يتخلص منه في أقرب وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل خطب امرأة وطلب رؤيتها وقد مكنه رجل خطب امرأة وطلب رؤيتها وقد مكنه أهلها من الرؤية، لكنه أراد بعد ذلك أن يراها مرة أخرى، فهل يجوز شرعا هذا الأمر؟ لا، حصل المطلوب يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مر معنا في الدرس أن المرأة تستأمر وأن البكر تستأذن، فهل الطفل الرجل كذلك يصنع به هذا، يزوج طفلا؟ مر معنا إيش؟ يقول مر معنا أن المرأة الكبيرة تستأمر والبكر تستأذن. أيضا الكبيرة المرأة الثيب الذي ورد به الدليل الثيب تستأمر. نعم. يقول فهل كذلك بالنسبة للرجل الطفل يستأذن إذا أريد تزويجه؟ لا، أبوه أو وليه ينظر في مصلحته ويقوم مقامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الطفل ما يعرف مصالحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول
هل يجوز لبس القلادة التي يعتقد فيها شيء من التأثير إذا جاءتني هدية لكنني لا أعتقد فيها أنا؟ لا، ما يصلح لك هذا. القلادة التي تستعمل للشر لا تستعمليها أنت. نعم، لأن الذي يراها عليك ما يدري، يعني يظن أنت تعتقدين بها القلادة هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أكل لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء؟ نعم، في الحديث أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخي ذو مال وقد بلغ 50 ويسوف في تأدية الحج، حج الفريضة، يقول: ما واجبي وما واجب والدتي تجاهه، علما أنه سيقوم بالحج إذا هجرته أمي، فهل يجب على والدتي أن تهجره لأجل هذا الأمر؟ إذا كان الهجران يؤثر عليه نعم تهجره، لأنه أساء في تأخير الحج من غير عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه إذا احتاجت إلى ذلك؟ إذا كان يمنعها ولا يعطيها وظفرت بماله تأخذ منه قدر كفايتها. فسألت امرأة أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سفيان رضي الله عنه، قالت: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. وهذه مسألة الظفر، يسمونها مسألة الظفر. إذا كان لك حق عند أحد وامتنع من أدائه لك وظفرت بماله تأخذ قدر حقك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك دعاء مشروع بعد عقد النكاح مباشرة؟ نعم، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز التسمية باسم جبريل؟ نعم، جل الشيخ بن جبريل يعني عاصي في هذا، ما يخالف سم جبريل. نعم. باللام يا شيخ. ها؟ باللام، جبريل، جبرائيل. هو جبرائيل، كن بالنون ويكون باللام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم طلب المرأة للطلاق إذا كان زوجها يريد الزواج بأخرى؟ لا يجوز هذا، هذا أباحه الله له، لها أن ترضى، إلا إذا كان لا يعدل فلها حق المطالبة بالعدل. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر فرح أخيها الذي يوجد به غناء ومزمار، ولكن تحضر المرأة لطبخ الطعام للضيوف ولا تشارك في الحفل؟ لا تحضر لا للطبخ ولا لغيره، إلا إذا ترك المنكر، إذا ترك المنكر لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن القراءة، قراءة القرآن على ماء المطر، يكون أرجى في الشفاء؟ قراءة القرآن بماء المطر أو غيره، ما له خاصية، ماء الطهور، بالماء الطهور سواء من المطر أو غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية في حياته، هل صحيح أن ذلك أمر مشروع؟ من فصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من عرق أو ريق فإنه لا بأس بالتبرك به، أو شعر انفصل من جسمه
الشريف من عرق أو ريق أو شعر فلا بأس بالتبرك به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ترك العبادة بحجة الخوف من الرياء وهي نافلة؟ هذا من الشيطان، لا تترك العبادة لأجل الخوف من الرياء. وفي الأثر: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يعافيك الله منهما، فاعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك راق يذكر أنه يتعامل مع الجن وأنه يتكلم معهم، فهل يعد هذا من دعاء الغائب؟ ما يجوز هذا ولا يرقى عنده، ويجب أن يرفع عنه لولاة الأمور، لرئيس الهيئة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأجل أن يؤخذ على يده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فقير أعطي شيئا من الأرز، فهل يجوز لأحد أن يشتري منه إذا عرضها للبيع؟ رجل فقير أعطي شيئا من فقير الأرز. نعم. إيه؟ فقير أعطي شيئا من الأرز، فهل يجوز لأحد أن يشتري منه إذا عرض هذه البضاعة للبيع؟ نعم، إذا كان ملكها، إذا أعطي إياها لحاجته ملكها، إن شاء استهلكها وإن شاء باعها. قد يكون حاجته في ثمنها أحسن له من استعمالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: مات أبي منذ زمن وكان لا يصلي ويزعم أنه مسلم ولم يترك وصية، بعد موته قسمنا أمواله بيننا نحن أولاده على الطريقة الشرعية وأخذت أنا نصيبي، السؤال: هل أتخلص من هذا المال أم أنه جائز لي؟ إذا كان جاء من كسب حلال فلا بأس أن تستعمله من كسب حلال، أما إن كان جاء من كسب حرام فلا يجوز لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل تجاوز الميقات وهو متردد في نية العمرة، ثم لما وصل إلى الحرم جزم بها، فهل يحرم من مكانه؟ نعم، يحرم من مكانه الذي نوى منه، قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون قالهن لهن عن المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن نوى بعد المواقيت فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من كان محتاجا إلى الزواج، من كان محتاجا إلى النكاح وليس عنده مال، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك؟ أي نعم، يساعد لأجل الزواج، لأن الزواج من الضروريات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب الفتح على الإمام في غير الفاتحة إذا أخطأ في القراءة؟ أي نعم، إذا أخطأ في القراءة في الفاتحة وفي غيرها فإنك تفتح عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان، أو امرأة تسأل فتقول: إذا كان وقت العشاء متأخرا في بلدهم، فهل يجوز للمرأة أن تجمع بين المغرب والعشاء لعذر الإرهاق أو لعذر الحمل؟ المقيمة ما يجمع، إذا كانت مقيمة في بلدها فلا تجمع حتى يدخل الوقت، صلي كل صلاة في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه مصاب بالوسواس في الطهارة، يقول: ما الحل في ذلك؟ استعيذ بالله من الشيطان ويترك الوسواس، لا ينفعل مع الوسواس، يتركه يرفضه ويذهب عنه بإذن الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن المشروع هو الاستياك باليد اليسرى وليس باليمنى؟ نعم، لأن الاستياك إزالة أذى عن الأسنان يكون باليد اليسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في بعض محلات العطور هناك يقول ما يسمى بالمعمول، معمول العطور، ويوضع فيه شيء من الذهب، من ماء الذهب، وقد انتشر في عدد من المحلات، هل يجوز استعمال هذا العطر؟ والله هذا يحتاج إلى أنه يفحص ويشاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الحكم الشرعي في فتح مراكز للحجامة مقابل أجر مادي؟ لا بأس بذلك، الحجامة طب شرعي، الحجامة طب شرعي من الطب النبوي، الحجامة من الطب النبوي لا بأس بها. نعم. ويجوز فتح باب، فتح محل للحجامة، حاجة الناس إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سافر الزوج لأجل العمل فهل هناك مدة محددة لا يجوز له أن يتجاوزها للبعد عن زوجته؟ إذا سافر الزوج لأجل العمل فهل هناك مدة محددة شرعا لا يجوز له أن يتجاوزها للبعد عن زوجته؟ نعم، إذا كانت زوجته تطلب حضوره فليس له أن يغيب عنها فوق 6 أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: منذ 10 سنوات إلى الآن تكون أيام رمضان بالنسبة إليها إما أن تكون هي حاملا أو مرضعة. هذه امرأة تقول: منذ 10 سنوات إلى الآن تكون أيام رمضان بالنسبة لها إما أن تكون حاملا أو مرضعة، وكانت لا تصوم أغلب رمضان لمدة 10 سنوات بسبب الحمل أو الرضاع. سؤالها: هل تقضي أو تطعم؟ لا، لابد من القضاء، ما يكفي الإطعام، لابد من القضاء، تقضي ما عليها من رمضان الذي أفطرته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجب على الزوجة أن تبر بأم زوجها؟ نعم، من أجل حق الزوج وإرضاء الزوج، وهذا من حسن العشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رد الهدية هل هو يعد من الكبر وهل هو أمر محرم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فهي سبب لنشر المحبة بين الناس، فلا ينبغي رد الهدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، في قوله عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له، هل هو الولد الأول أو ولد الولد ومن بعده يدخل في ذلك؟ نعم، كل ما هو من صلبه فإنه من أولاده، سواء أولاده المباشرين أو أولاد أولاده أو أولاد أولاده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم القيام بالأعمال الصالحة ثم إهداء ثوابها إلى الميت؟